بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا ولله الحمد ما يتعلق بشرح أركان الإسلام والإيمان والإحسان. 刚才听众师姐讲了，我们已经解释了关于宗教的三个等级： Islam， Iman 和 Ihsan。 نعم. نتكلم بإذن الله تعالى عن أمثلة عن الشرك الأكبر وأمثلة عن الشرك الأصغر حتى نجتنبها. 这节课我们继续讲关于大的举办和小的举办。 نعم. الشرك الأكبر مثل صرف أي عبادة لغير الله، أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. 大的举办就是把崇拜的功修面向安拉以外者。 دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 向安拉以外者去。 祈祷，他并没有能力接受他的祈祷。 يعني مثلا يدعو مرأة تدعو غير الله بطلب الولد مثلا تطلب الولد. 比如一个妇女向安拉以外者祈求能够生一个孩子。 محبة غير الله محبة مساوية لله سبحانه وتعالى أو أكثر. 爱安拉以外者 比爱安拉还要更加喜爱。 يخاف من غير الله كخوف من الله وأكثر. 害怕安拉以外者如同害怕安拉或者更加害怕。 ينوي العبادة لغير الله. 把自己的功修向安拉以外者去做。 الطواف حول القبور. 对着坟，在坟地上这个环绕。 نعم. كذلك أي عبادة قلنا يسجد مثلا للصنم يسجد للإنسان. 比如像偶像去叩头，向人去叩头。يطيع غير الله 服从安拉以外者。مع اعتقاد أن طاعة المخلوق هي التي تقدم ولا يقدم طاعة الله يعتقد هذا. 他知道明明知道这个安拉以外者不是受拜者，他却。 نعم. أمثل على الشرك الأصغر. 下面我们给大家解释一下关于小的举办. الرياء وهو يعمل من أجل مدح الناس، يعني يعمل العبادة، يعبد الله، لكن ليس القصد خالص لله سبحانه، يكون له شيء من حظوظ الدنيا، يريد أن يمدح مثلا من الناس. 也就是一个穆斯林做一个功修。 他的内心不是完全忠诚于安拉，而是希望别人的赞美，希望别人看到，希望别人满意。الحلف بغير الله. 比如还有以安拉以外者发誓。قول ما شاء الله وشئت. 比如他说安拉的意欲和你的意欲。 نعم. يجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه. يعني مثال يعني يجعل أشياء يجعلها أسباب وهي ليست بأسباب أصلا. 每一件事都有它的原因，有些人把不是这件事的原因而充斥到这件事的原因之上。 يعني يعلق مثلا على البيت رأس ثور أو عين ويقول أنها أن الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب لدفع العين، هذا الشرك أصغر لأن الله سبحانه لم يجعلها أسباب لدفع العين. 就是把安拉没有规定的原因而充斥到你所要表达的原因之上。 أنواع المحرمات مراتب المحرمات أربعة. 关于安拉所禁止的事物。 从四个方面给大家解释： صغائر 小的禁止， وأعلى من الصغائر الكبائر 大的禁止， وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر 小的举办， وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر 最大的罪过就是大的举办。 لابد أن نحذر من الجميع. 我们必须在这四个方面要引起警惕。 لكن الخطر كل الخطر في الشرك الأكبر. 最大的危险就是大举办. يحبط كل الأعمال.
使大的举办使你所有的行为都变成一个人在大的举办之中死去他将永久的火狱至于有小举办行为的穆斯林他将遭受刑罚刚才讲到了关于小举办的穆斯林他要遭受刑罚然后进乐园现在讲干大罪的人他们在安拉的意欲之下安拉恕饶他他进乐园安拉如果不恕饶他他还要遭受刑罚一个人如果经常干小罪啊，就相当于他干了大罪一人经常干大罪就会导致他发生小的举办一个人不注重这杜绝小的举办就容易出现大的举办我们祈求安拉使我们远离举办安拉之日愿安拉赐福安以最尊贵的先知和使者我们的先知穆罕默德那、no.